قامت مؤسسة العام إكسار بيزار بإنشاء مركز الغربلي في هذا العام من أجل غربلة القمح الخام الوارد إلينا من الأخوة المزارعين المتعاقدين في العام الماضي، حيث بلغت كمية القمح الخام المتواجد لدينا حوالي 3000 هكتار. تم غربلة حوالي تقريبا 2400 طن من القمح لتأمين البيزار للأخوة المزارعين. بالنسبة لوضع المزارع بعد تحرير الريف الشمالي كان يعاني معاناة شديدة بالنسبة للبذور والأسمدة والأدوية وما يتعلق بأمور الزراعة بشكل عام، لكن السنة الوضع أفضل وبطمح المزارع وبنطمح كلنا نحن والمزارعين بتأمين بذور أفضل وأسمدة أفضل، لأنه الوضع يحتاج لأكثر من هيك وأكثر.